الشيخ إذا دخل الشخص المسجد ورأى حلقة علم، فهل له أن يستمع إلى هذه الحلقة مثلا حلقة العلم من أجل الاستفادة، أم يصلي تحية المسجد؟ لا يصلي تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل وهو يخطب الناس. نعم. والخطبة من 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 أساليب التعليم. نعم. أمره أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. طيب، في بعض الناس يا شيخ يقول انه وهل هذا صحيح؟ مثلا يقول اذا دخل احدكم المسجد يستعاد عنها بانه سبحان الله الحمد لله الله اكبر ويجلس. نعم، ليس بصحيح. ليس بصحيح.